تكمل الاغنيه نعاودوها راجل راسك بلاي. شكرا. هاد الزغريطه جات في ريبورتور ياك كيفاش بانت ليا شويه لي دودان. عاودوا شي وحده اخرى عاود. شكرا على المشاركه يمكن ليك تنصافي. شكرا. كنحيو العنصر النسوي كنحيو العيالات صفقوا على راسكم. شوف دابا المراه شحال من عيد عندها، عندها عيد الحب، عيد الام، عيد المراه، اليوم العالمي للمراه. الراجل عنده العيد الكبير والله ما دخل لحولي لا دخل الدار. المراه فيها الام ديالنا، الزوجه ديالنا، المربيه ديالنا، الاخت ديالنا، هذيك اللي كتجاوبنا في العلبه الصوتيه. دابا كتشري البورطابل كيبيعوا لك الراجل، ولكن ملي كيصالي الصوت كتجاوبك المراه. بل هلا يطري لك كتمشي تعبر، كون داروا لك الصوت ديالي انا كون راك ربحتيه مع الارض. المراه مهمه. سمحوا لنا خليناكم كتسناو بزاف. كنتو زرباني ليا كنا بزاف وصل البلاد واقفه وانتم زرباني. لا شفت الواقع هو بحال الادارات، بحال المسرح، بحال التيران، بحال كنقولوا مبروك على المغاربه، حيدوا لنا الميكا صفيقات حاره على الدوله. شكرا شكرا. من بعد ما حاربوا الفقر وحاربوا البطاله وحاربوا السكن العشوائي جا الدور على الميكا. واش عرفتي شنو هي الميكا؟ الميكا راه مواطن مغربي. شو ما تحاربوا الميكا؟ انا شريت ست ايامات للمدام ما لقيتش فين نديرهم، مشيت لابسهم حتى للدار. فين غاديرهم؟ بقى فيا الحال، بقى فيا الحال، ماشي حيتاش لبست ست ايامات، لا لقيت العبار ديالي وافي، مشيت راجع عاوتاني تاسو. دابا إلا طلعتي للكار وجاتك التوخة شنو تلقي ليها يديك؟ اللي شاف كيصحاب كتهز الفاتحة، أنت غير كتهز مصارمك. واش كاينة الميكا؟ قال لك أسيتي حاربوا الميكا حيتاش فيها السم، الكارو فيه الفيتامين سي. والحشيش زوين الحلاقم. وكيقلص من نسبة الإصابة بداء البواسير. الله ينعلي ميحشم. كان عليهم يحاربوا هذوك اللي كيضربوا الفيلات حدا الشواطئ وكيضربوا في العقار حاربوا الميكا للشعب مسكين. دوك مالين النفحة دابا فين غايديروا؟ هزها في يديه. راه الميكا ملي كت ها السيد ها هو ذاك عارف ياك دابا الكلا كديرها ديريكت ياك. على ذكر الكيران دابا كتلاحظ واحد القضية، أن المواطن المغاربة، حنا المغاربة عزيز علينا الباكاج، والدليل هو الحجاج ديالنا ملي كيرجعوا من الحج كتلقى طيارة جايبة الناس وسبعة كيرجعوا يجيبوا الباكاج. ملي كتركب في الكيران ديال المغاربه مثلا الكار ديال الكور باش كيعلموا البلايص ديالهم، مجله، كتاب، خريطه ديال المغرب. حنا كتطلع للكيران ديالنا كتلقاه معمر البلاصه باش فلاحه، شويه ديال الحوت، 4 كيلو ديال الكفته. ملي كتطلع للكار كيضربوك ثلاثه الروايح، الاول ديال الكار كتضربك ريحه الطون، الوسط ريحه البطاطا، واللور ريحه البيض. وما ادراك ما رائحه البيض. عرفتي الا ركبتي حدا شي واحد ضرب نص خبزه فيها 8 ديال البيضات وداه النعاس واحد ثلاثه السوايع وطلق ليك الكارت جي ولوي في صوفيل. انا ملي كنت كنجي لاكادير مع قريت فاكادير كانت الوالده كتقول لي ما تركبش في اللور ديال الكار باش ما تدوخك ريحه المازوط. اودي راك راكب حدا واحد ضرب 18 بيضه فين تبان ريحه المازوط؟ تولي تقلب على ريحه المازوط باش تنفس ما تلقاه. شتي ديك الريحة ديال اللور ديال الكار؟ المشكل ديالها أي ريحة زدتيها عليها غير كتزيد تعورها. عود القمار إلا شعلتيه تما بحال إلا كتضرب الشقوفة. ما كاينش مزاح. أي ريحة كيما كتكون. الحمد لله أنا عندي ذكريات زوينة مع أكادير حيتاش قريت في أكادير 3 سنين. واش كاينين الطلبة ديال بوزور هنا؟ معطلين في الوسط. ها مشى الزهر وبقيتو نتوما كدورو في لاباك.
بنوزور على ذكر الكيران ديال بنوزور. ديك الساعات كنا كنجيو في دوك الكيران ديال البلاد كتلقى الكرما فيه لا كادر لا كوسان لا سميتو نقل الراحه. هذا كره هز شهاده الزور من زاكوره حتى لمزكال. الحمد لله قريت انا الوالد ديالي تزوج على 15 عام الوالده 14 الا جمعناهم بجوج يلاه غيعطيونا السن القانوني. كون كانت المدونه هي مات جدي كون راه الدوار كله دخل الحبس. الناس كيتزوجوا بكري علاش؟ انا الوالد تزوج بالوالده ما كان عارفين والو كانوا غير يلعبوا صغار. كيتزوجوا صغار حيتاش كيقول لك هذوك اللي كيتزوجوا صغار ما كيعيشوش المشاكل مع بعضياتهم. 5 سنين الاولى كيلعبوا غير حبا. انا الوالد والوالده راه عطاوها غير اللعب. بقاو كيلعبوا حتى تزت انا. بقاو عاطينها اللعب حتى عمرات الدار. هذا هو اللعب ديال الدراري. دابا شحال واحد كيقولها وما عارف فين جات. ملي تقول اللعب ديال الدراري عرف راه بس هو اخواتها. انا ريحت في كرش الوالده عندي 19 شهر و10 ايام. عجبتني الاقامه. اش غنزل ندير 45 درجه حراريه. قال اسقني الوالد غير نزل ان شاء الله راه كاينه البيكالا ديالك الشومبر ديالك البلاي ستيشن البي سي. فعلا طمعت نزلت ولكن ملي نزلت لقيت داكشي غير حمله انتخابيه سابقه الاول. ودابا مع الانتخابات قربوا حطيو مع هذوك الناس اللي رقاق بحالنا ملي كدوزوا الانتخابات كيديروا احليق. راه بعض المرات كيبانوا لك شي واحدين غلاظ من البعد والله ما تعرف هو جاي ولا غادي. ما تعرف واش ايكتو ولا فيرسو. تبارك الله خلي عليك هذوك اللي غلاظ من عند سيدي ربي الله هذوك اللي غلاظ على دارنا حنا. دابا راه الحمد لله ولات المساواه بين المراه والراجل. راه بجوجهم حاملين غير المراه كتحطو في 9 شهور والراجل كيبقى به حتى لعند سيدي ربي جايب معاه دليل مع سابق الاصرار والدار الصوت. واحد السيد عندنا في البلاد يلاه ترشح بسيمانه لقاو عنده كاميو ديال البلديه الداخل. الكاميو موضر والناس باقي كتسمع الكلاكسون. براتو المعده مشى عند الطبيب قال لي انت راه خصك تبدل غير الفلترات ديال الزيت راه ما بيك والو. اخر الاحصائيات اثبتت باللي المواطن الفرنسي الاوروبي بصفه عامه كيقرا ما معدله 15 كتاب في العام بينما نظيره المغربي كيقرا 9 سطور. هذه صفقه حرام. دابا نصراني قاوري كيكون حاشاكم داخل البيت الماء كيهز معاه كتاب ما كيخرجش حتى كيقرا لا غلواغ دو مون بير لي مونتاني دو غونوبل مارسي البانيول. حنا عبد الواحد داخل البيت الماء مع الجوج 3 4 5 6 باقي ما خرج. صحاب اللي كيقرا نجيب محفوظ ولا الكيلاني لا السيد ضرب كروسه ديال الكرموس 34 زلافه ديال الحريره 600 بطبوطه. هذا خص الحكومه تخرجوا من لحن. هذا خص الحكومه تنسق مع النجده الوطنيه للمحافظه على البيئه باش يشوفوا لنا مواطن منكوب داخله ما يرحاضي بيتين. الناس كيتنكبوا في الزلازل والفيضانات حنا عبد الواحد ما عارف يخرج حتى من بيت الماء. عرفتي هذا الا زدتي حدا الطواليط وطفيت عليه الضوء غيسحب لي عينيه تفرقعوا. والجميل هو ملي كتدخل دوك المراحل العموميه وكتسد الباب ديال الطواليط كتلقى باللي المواطن المغربي كيعبر عبر ابواب المراحل. كتلقى واحد كاتب حسن النجار 0634 15 ما عندوش الفلوس ديال كارت فيزيت دارها تما. حسن بلومبي 0423 دليله 0516 ما عرفناش كدير ولكن كاينه تما. كاين تواصل. واحد كاتب انما الامم الاخلاق وما بق فين الاخلاق تما الله يهديك. كاين شي اخلاق الناس كتعبر وانت داخل التواليت وكتقرا الشعر والاداب وكتقرا الناس كتعبر وكتواصل مع بعضياتها وكيبان لك باللي الباب لتحت ديال التواليت مقشر. كتقول بوتيتخ الهشاشه كتقول عوامل تعريه لان المناخ درجه الحراره الخارجيه قل من درجه الحراره الداخليه وكتحاول تفسر داكشي بداكشي اللي قراوك في الفيزيك ايامات السيزيام والباك ولكن ملي كتسالي وكتلقى الروبيني ما خدامش وبابي هيجينيك ما كاينش حتى انت كتساهم في عوامل تعريه. هذا الشيء كاع علاش دوك البيبان ديال الطواليطات المحطه كل شيء طيب كاين ياك. أموري ثانك يو فيري ماتش. سمحوا لنا هاد لابارتي خانزة شوية ما ديروهاش من نقل الشراب في الصور. واش ناشطين فرحانين؟
حكيتو مزيان. يلا سيروا في حالكم. ما لبسوا؟ ها؟ شكرا. نجيبو شوية على التعليم ديالنا. التعليم ديالنا شحال هادي هما كيصلحوا فيه ولكن ما بغاش يتصلح. مشى داك الزمان اللي كنتي كتخلق اسم كتلقى الاستاذ محمل تلميذ عاطيه العصا باش يقرا، دابا لا كتدخل كتلقى خمسه التلاميذ محملين الاستاذ عاطينو العصا حيتاش بغا يقرا. ديك النهار التلميذ جاب خمسه في الفرض ما عجباتوش، ناض كملها 16 كروشيات للاستاذ. راه كانت عزيزه عليا القرايه والواليد كانت عزيز عليا القرايه، ولكن كان كيخاف من الماده اللي هي الفلسفه. واحد النهار تدخل للدار لقاني كنقرا واحد النظريه ديال فرويد كيقول فيها الانسان يحس بوجوده عندما يكون مجردا من ملابسه. ضربني بواحد الكروشي حسيت بالوجود ديالي وانا لابس كبوط. قال لي ياك كان بو بغيتي تدخل فتنه للدار. قلت ليه سميتينا بالعيوش الوالد؟ اسمح لي الله يهديك. وفعلا ملي كتامل في دوك النظريات الفلسفيه كتلقاهم غير كيخربقوا، بحال هذاك اللي كيقول لك الانسان حيوان ناطق وعلى هذا القبار الاحمر انسان مثقف. افلاطون كيقول لك سيدي الانسان يحس بالسعاده الابديه عندما يكون في المدينه الفاضله. نزل غير المدينه القديمه شري 10 دراهم ديال المعجون فين تبان السعاده ديالك. بوليسي ديال روبا دير معاه بوش بوش فين تبان السعاده ديالك. ولا ديكارت كيقول لك انا افكر اذا انا موجود. هو الا جيتي تفكر في هاد الزيادات وتفكر في هادوك اللي كياخذوا جوج فرانك وخدامين 22 ساعه راه غتصدم مالين الزريعه. دابا كتدخل القسم كتلقى تلميذ داخل القسم ما كيدخل حتى كيدير الكلا. هذا كي غيدير يفهم الدرس ديال الجاذبيه. هذا راه كان يوم ستاسيوني وسط القسم وباش كيقتلوك باللي كيساليو من ديك الكلا كيحيدها من شواربو كيدير لها في السقف ديال القسم. ها عرفتي كي كيطلع داك السقف؟ والله الا بحالي الا ضربوا ليه البيزنطيين القبص. تحيات بارك الله عليكم شكرا. انا السيد كنحترمو بحال الوالد ديالي صراحة، والتصفيقات اللي صفقتو جاوني ناقصين. دابا لا ما مالوغوسمون سالات لا سواري. وبغيت لكم شوف اسمعوا الواقع